بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة الإنجليزية. Welcome back my dear students in the second prep all over Egypt. Today إن شاء الله we'll talk about Unit 3 Lesson 5, 6 and 7. نتكلم عن الوحدة الثالثة، الدروس الخامس والسادس والسابع under a title of Great Jobs، وعنواننا في الوحدة زي ما احنا عارفين وفاكرين وظائف عظيمة. What will we do in this lesson إن شاء الله؟ إيه اللي هنعمله في الوحدة دي في الدرس ده؟ We learn new vocabulary، هنتعلم بعض المفردات الجديدة والكلمات الجديدة. Read for specific information، هنقرأ لمعلومات محددة، يبقى عندنا reading comprehension. And answer relevant questions based on a reading topic، وهنجاوب على أسئلة معتمدة على إيه؟ موضوع القراءة. طيب نبدأ بالإيه؟ بالفوكابولري. What does scared mean؟ Scared، we have here a picture someone feels afraid، يبقى شخص ما يشعر بالخوف. فقال لي fearful أو frightened، afraid معناها خائف أو مرعوب. عندنا street cleaner، طبعا street شارع وكلينر معناها إيه؟ موظف. ستريت كلينر اللي هو ايه؟ عامل نظافة الشارع. A person who cleans streets، الشخص الذي ينظف الايه؟ الشوارع. وعندنا someone who cleans streets. Okay. What else؟ rubbish collector، طبعا متعلقة بالستريت كلينر. ستريت كلينر اللي هو ايه؟ اللي بيكنس الشوارع او بينظف الشوارع. لكن rubbish collectors اللي هم بيجمعوا ايه؟ الكمامة. Okay. A person who or a company، a person or company، شخص أو شركة. Whose job is removing and getting rid of rubbish، التي وظيفتهم تتمثل في إزالة أو التخلص من الإيه؟ من الكمامة. يبقى عندنا rubbish collectors اللي هم جامعوا الكمامة. What else؟ We have a hero. Hero someone who people are admired of him، شخص ما الذي يعجب به إيه؟ الناس. A man who is admired for doing something brave، الشخص الذي يعجب به لأنه يعمل شيء ما إيه؟ شجاع. أنا عندنا هو أبي a hero. He did a lot or great things. Manager someone who controls an organization or group of staff، معناه الشخص الذي يتحكم في منظمة أو مجموعة من الإيه؟ من الأشخاص. ده اسم المانجر اللي هو المدير. Statue اللي هو a figure of a person or an animal، دلوقتي مثال معني بالانجلش يا مستر، a curved figure of a person or animal، معناها شخصية أو شكل منحوت لإنسان أو إيه أو حيوان. made of stone or wood، يصنع من الإيه؟ من الحجارة أو الإيه؟ أو الخشب. statue اللي هو الإيه؟ اللي هو التمثال الخشبي. وعندنا هنا our famous statues اللي هو الإيه؟ التمثال بتاعنا المشهور اللي هو بتاع liberty statue اللي هو تمثال liberty. dictionary or dictionary، all of them are correct. English dictionary اللي هو قاموس اللغة الإنجليزية، عبارة عن a book or electronic resource، معناها كتاب أو مصدر إلكتروني. that lists the words of a language، الذي إيه؟ بيدون الكلمات عن طريق قوائم. of a language للإيه؟ اللغة. and gives your meaning in another language، ويعطي معناها لإيه؟ للغة أخرى. عندنا برضو كلمة poster، بوستر اللي هو البولسك، something which you stick on the wall، شيء ما يلصق على الحائط. A large printed picture معناها ايه؟ صورة كبيرة مطبوعة. used for decoration، بتستخدم للايه؟ للتزيين. for giving ايه؟ instructions، لعمل بعض الايه؟ التعليمات. for advertisement للايه؟ للاعلان. كل دي ايه؟ الاهداف او ليه بنعمل البوستر. island، island عندنا هنا كده، two palm trees and a piece of land surrounded with water، معناها شجرتين موجودين على قطعة من اليابسة محاطة بالمياه في كل الاتجاهات. فقال لي a piece of land معناها قطعة من اليابسة، surrounded by water تحاط بجميع الاتجاهات من الايه؟ بالمياه. طيب عندي writer، جاي من كلمة write يكتب، اللي هي الاي ار، to give the noun of a person، عشان تدينا اسم الشخص. يعني يبقى writer someone
A person who has written something or who writes in a particular way. الشخص الذي يكتب شيء ما أو الذي يكتب لغرض بطريقة معينة أو لهدف معين. يبقى writer قريبة من كلمة user اللي هو كاتب. Firefighter fire معناها حريق وfighter معناها مقاتل. Firefighter اللي هم رجال الإطفاء. مين هم الفايرفايترز بقى؟ عنده واحد ماسكه خرطوم بتاع المطافي بيحاول يطفي الإيه؟ أي حاجة. A person whose job is to put out and stop fire. الشخص الذي تكون وظيفته إخماد النار. Put out fire معناه إخماد النيران. Or stop fire أو إيه أن يتوكل يوقف الإيه النيران. What else? كده خلصنا الكلمات وهنبدأ بقى في الأسئلة المتعلقة بالكلمات كتأكيد على الإيه على المعلومة. بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من A, B, C أو D. Number one, my father works as A or N in a big factory. يبقى أبي يعمل ك في مصنع كبير. Teacher, no teacher works at school. Tour guide in sightseeing هي الأماكن السياحية. Farmer works in a farm or a field. Manager, تبقى manager مستر كلام محترم. Number two, some people are scared not at ants. Not scared بيجمع of ولا about ولا to ولا at يا مستر لا scared of يا مستر تمام معناها يرعب خائف من او مرعوب ايه من. Number three, not collectors collect garbage اللي هي الكمامة. يبقى collectors هنقول rubbish collector ولا rubbish collector ولا rubbish لا rubbish collector يا مستر. يبقى كده اكدنا هنا بالمعنى كلمة manager. Someone who controls people in a factory, scared of five men, or rubbish collectors اللي هم جامعوا الكمامة. نكمل برضو معانا. Street space help to keep our cities clean. Street يا مستر اللي بيحافظ على نظافة المدينة يبقى street. Builders لا طبعا makers, workers, cleaners. Street cleaners اللي هم عمال نظافة الشارع. Some people are not of ducks. Some people are not of ducks, but some people are scared of, ولا proud of, ولا encouraged of. لا عندي proud of و scared of. فبيلي تمشي مع الدكس, but scared of ducks, يا مستر. تمام. Number six, the Egyptian player won the gold medal. He is a real hero. معناها أن اللاعب المصري فاز بالميدالية الذهبية. He is a real hero. إنه إيه بطل إيه حقيقي. كده أكدنا على الكلمات ولا خلي بالك من words and opposites بعض الكلمات وإيه وعكسها true وعكسها false وعندي difficult عكسها easy modern عكسها ancient famous عكسها unknown. يبقى كده أخدنا بعض الكلمات وعكسها true false difficult is the opposite of easy modern is the opposite of ancient famous is the opposite of unknown. تمام تمام نكمل. Language notes بتاعتنا اللي هي بعض الملاحظات اللغوية اللي هي الكلمات اللي ممكن تلخبطنا. عندي كلمة contain include. Contain, what does contain mean? Contain means inside something. معناها يحتوي على شيء داخل شيء. Like include شيء بيشمل شيء. تم نشوف الأمثلة. The museum contains a number of original artworks. معناها أن المتحف بيحتوي على عدد من الأعمال الفنية الأصلية. يبقى هنا كده حاجة داخل شيء. يبقى هنا كده المتحف بيحتوي على أعمال فنية إيه؟ عدد من الأعمال الفنية الأصلية. طيب كلمة include the price includes dinner, bed and breakfast. معناها أن السعر بيشمل العشاء والنوم والإفطار. يبقى هنا كده يا جماعة include معناها شيء بيشمل شيء. عاوز أقول the price of a room includes breakfast معناها سعر الغرفة بيشمل الإفطار. يبقى هنا شيء ملحق بشيء وبيشمله. لكن contain شيء يحتوي على شيء. إيه تاني يا مستر؟ stop to platform stop regiment stop to الفعل في المصدر stop والفعل فيه ing. إيه الفرق بين الاثنين؟ لما أقول I stopped playing tennis معناها توقفت عن لعب التنس بطلت ألعب تنس وعشان مثال أقول علي stopped smoking
معناها علي توقف عن الايه؟ التدخين، يعني بطل يدخن. طيب امال تقول بس فورم يا مستر؟ لما اقول اي ستوبد تو باي شوكليت معناها توقفت كي اشتري ايه؟ شوكليت. معناها كده وقف كي يكون بالفعل. يبقى تو والباس فورم معناها توقف كي يكون بالفعل، لكن ستوب والجيرند معناها توقف عن القيام بالايه؟ بالفعل. الفرق بين ستوب تو وستوب والجيرند. طيب ريمبر تو وريمبر والفعل في اي ان جي، ريمبر تو الفعل في المصدر، ريمبر الفعل في اي ان جي اللي هو الفعل ايه؟ اللي هو الجيرند. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ لما اقول I remember to send the email معناها تذكرت أن أرسل الإيميل. I have forgot it أنا نسيت، يعني كده تذكر إن هو هيعمل الشيء. هو كده أرسل إيميل، he didn't send it، he haven't sent it yet، هو لم يرسله حتى الآن. يبقى هناك تذكر أن يقوم بفعل إيه؟ شيء. لكن لما يقول I remember sending the email معناها ان هو ارسل الايميل ونسي ان هو ارسله. يبقى I sent it 2 hours 2 days ago، يعني هو بالفعل ايه؟ ارسل الايميل. يعني لما يقول I remember sending the email معناها he has already sent the email، هو بالفعل ارسل الايميل. لكن لما يقول I remembered to send the email معناها he hasn't sent the email yet. يبقى نقول تاني remember to الفعل في المصدر، تذكر أن يقوم بفعل شيء لسه هيعمله. remember والجيرند يبقى هنا كده عمل الفعل ونسي أن هو عمله، فافتكر تذكر أنه فعل، تذكر أنه أرسل الإيميل. طيب نكمل برضو reason 2 و reason 4. reason 2 بيأتي بعديها الباس فورم، reason 4 بيأتي بعديها الجيرند اللي هو الفعل في ING، والاثنين معناهم سبب لي. نفس المعنى بس التركيبة مختلفة. 2 بعديها الباس فورم الفعل في المصدر، وريزون 4 بياتي بعديها الجيراند او اسم اللي هو الايه؟ الفعل في اي ان جي او الايه؟ الاسم. تعالوا نشوف الامثله. I have to give reasons for my absence معناها يجب ان اعطي اسباب لغيابي. يبقى reason for my absence هنا عباره عن ايه؟ اسمه هو، ممكن نقول for being absent. For being absent دي صح ودي صح. They have a good reason to celebrate معناهم عندهم سبب جيد كي يحتفلوا. يبقى هنا كده to والباس فورم والفعل في المصدر معناها سبب للايه؟ للاحتفال. يبقى reason for بعدها اسم او فعل في ing معناها سبب لي، وreason to سبب كي يكون بالفعل بعدها الفعل في المصدر. تعال نشوف على language news ناخد بعض الامثله والاسئله. The letter notes number of typing errors. الخطاب ماله a number of typing errors، في أخطاء كتابية. يبقى includes ولا contains ولا consists ولا comes؟ لا يبقى مستر contains، معناها الخطاب يحتوي على عدد من الأخطاء الكتابية. Number two. Stop. You are giving me headache. Giving me headache. هل stop shouted ولا stop shouts ولا stop shout ولا stop shouting؟ احنا قلنا حاجتين مع stop، يا اما تو الباس فورم يا اما الجيرند، يا تو الفعل في المصدر يا الفعل في اي ان جي. وهنا من المعنى يا مستر عاوز يقول توقف عن فعل شيء، يبقى stop shouting يا مستر الاخيره. ليه؟ لانه بيقول توقف عن الصياح او الزعيق. You are giving me a headache، انت اي سببت لي الصداع. نكمل. Remember, bring your English book. Remember يا جماعة بيأتي بعدها تو الفعل في المصدر أو الفعل في ING مباشرة. لو هنا جاب الفعل في المصدر يبقى من غير ما نقول الاختيارات ونشوف الاختيارات هتبقى تو، هتبقى فور ولا about ولا at؟ لا remember to عشان جايب لي الفعل في المصدر، يبقى remember to bring your English book. أوكي هنكمل. The bill not tax and service. الايه؟ اللي هي الايه؟ الفاتوره هتبقى ايه؟ includes tax and service، تشمل الضرائب والخدمه. يبقى includes يا مستر، ما ينفعش اقول الايه؟ الفاتوره تحتوي، يبقى includes. I have to give reasons not my absence، يبقى هنا reason وقلنا my absence يبقى for. تمام كلام محترم.
يبقى كده اكدنا على الايه؟ على اللانجوج نيوز ومعانيها المختلفه. هننتقل للايه؟ للريدنج. My heroic mother. Today my mother is an important nurse. اليوم امي اصبحت ممرضه مهمه. ميس سعاد هنداوي. اللي هي اسمها ايه بقى؟ ميس سعاد هنداوي. But I know that your life used to be difficult. لكن انا عارف ان هي اعتادت على الحياه الصعبه. She said to be a nurse at the Faculty of Nursing in عين شمس University. هي درست كي تكون ممرضه في كليه اي التمريض بعين شمس بجامعه عين شمس. And used to work as a nurse too. وفي نفس الوقت كانت تعمل كممرضه ايضا. Sometimes at night. يبقى احيانا في الليل. To learn all she could. كي تعلم الجميع انها تستطيع. إيه كمان؟ She then got a job at a big hospital in Cairo. بعد كده حصلت على وظيفة في مستشفى كبيرة في القاهرة. She continued to work hard. هي استمرت في العمل جاد. But she didn't stop her studies. لكن لها لم تتوقف عن دراستها. And so on. She became one of the most important nurses in Cairo. وأصبحت واحدة من أهم الممرضات في القاهرة. Now, she works in a big hospital. هي تعمل في مستشفى كبيرة. In 2020, many people became ill and she worked every day for many weeks. في عام 2020, العديد من الناس أصبحوا مرضى وهي عملت every day كل يوم for many weeks لأسابيع عديدة. It was difficult but heroic. كان صعب لكنه كان شيء مطوري. Heroic work. It was difficult but heroic work because most of them got better. لأنها معظم المرضى أصبحوا جيدين أو تحسنوا. She is also a nursing manager. هي أيضا مديرة التمريض. And she helps to teach younger nurses. وعلمت أيضا الممرضات الصغيرات. لو حابين نشوف أسئلة. Who is the writer's hero? Why? هنقول the writer's mother's. Because she worked hard to get an important job and now she is a famous nurse. يبقى هنا كده من هو بطل الكاتب؟ The writer's mother. ليه؟ Because she worked hard لأنها عملت بجد to get an important job كي تحصل على وظيفة مهمة and now she is a famous nurse. هناخد بقى الجزء بتاع used to. اللي خلي بالك We used to plus the past form to see that something happened constantly for frequently during the past. معناها عاوز أقول إن إحنا نستخدم used to والpast form للإشارة إلى فعل حصل واستمر بصفة مستمرة ومتكررة خلال الماضي. بالعربي كده وببساطة نستخدم used to للإشارة إلى عادة في الماضي لم تعد موجودة الآن. We used to come here when we were little. معناها اعتدنا أن نأتي إلى هنا عندما كنا صغارا. معنى كده هل هما بيجوا؟ لا أنا بيجوش. The river used to be beautiful. معناها النهر اعتاد أن يكون جميل. طب ده معناه أنه هو جميل؟ لا. ليه؟ لأن used to معناها أن كانت في عادة في الماضي لا توجد في الوقت الحاضر. ده بالنسبة للأفرميتيف فورم للصيغة المثبتة. طب النيجاتيف فورم بقى بستخدم didn't use بعد كده تو الفعل في المصدر. يبقى didn't we use وتو الفعل في المصدر. We use to plus the past form to see that something happened. نفس التعريف. نفس التعريف للتأكيد. يبقى هنا بيقول النفي didn't use. Didn't use to know much about my family history. معناها ما كانش معتاد أن يعرف الكثير عن تاريخه الأسري. They didn't used to have a big car. معناها هم لم يعتادوا أن يستخدموا سيارة كبيرة. بمعناها They use a big car now. ومعناها They know much about her family now. يبقى هنا كده didn't use والفعل في المصدر. تمام. الكويستشن بستخدم did بعد كده used to والفعل فين؟ في المصدر. Did the children used to drink orange juice? هل الأطفال اعتادوا على شرب
orange juice, عصير البرتقال. هل أقول yes he did or yes the children used to drink orange juice؟ يبقى إيه؟ أسأل ب did، هجاوب ب did. هدي full answer، يبقى هستخدم used to. بقول no، يبقى هستخدم didn't. يبقى هدي full answer، إجابة كاملة، يبقى هستخدم didn't used to. يبقى لكن ممكن نقول no they didn't أو the children no the children didn't used to drink orange juice. بعد ما عرفنا used to بنستخدمها إزاي والنفي والإثبات والاستفهام، تعالوا نشوف بعض الأسئلة. بيقول لكم please the sentences with the correct form of the words in practice. أكمل الجمل بشكلها الصحيح بين الأقواس. How did the students used to go to school last year؟ طبعا يا مستر did بعدها الباست فورم، يبقى how did the students يبقى use بس. تمام. Number two، وليد used to fat but now he doesn't. used to بعدها ايه؟ الباست فورم، يبقى used to be fat. Number three، بستخدم do you used to؟ لا، did you used to؟ بستخدم did كفعل مساعد في الماضي، يبقى did you used to have a lot of English homework. آخر جملة، what games did you did بعدها الفعل في المصدر، يبقى used to play with friends. يبقى كده النهاردة يا جماعة اتكلمنا عن بعض الكلمات الهامة، قرينا عن الفعل في المصدر، وعرفنا عن used to، وبكده أرجو أكون أفدتكم، وإلى لقاء آخر ودرس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.